حالة من عدم الاستقرار تتطور تدريجيا في وسط البحر الأحمر. تفاصيل في النشرة بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. إذا بدأت تتطور حالة من عدم الاستقرار الجوي في وسط البحر الأحمر، تحديدا قبالة سواحل رابغ، حيث ستتكاثر كمية من الغيوم الركامية تدريجيا وتشتد هذه الأحوال الجوية غير مستقرة خلال يومي الأربعاء والخميس، لتشمل المناطق الساحلية من وسط البحر الأحمر، قد تشمل مدينة جدة وأيضا منطقة رابغ وينبع، بالإضافة إلى أن حالة عدم استقرار الجوي هذه استمتد أيضا شرقا نحو المدينة المنورة ومنطقة حائل وحفر الباطن، لكن بشكل أضعف مما ستسجله أو ستشهده المنطقة الوسطى من البحر الأحمر. تفاصيل أكثر نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع. إذن هذه الحالة من عدم استقرار الجوي التي يتوقع أن تتشكل في وسط البحر الأحمر هي ناتجة عن كتلة هوائية باردة ومنخفض جوي يقترب من شرق البحر الأبيض المتوسط، سيعمل على رد فعل من منخفض البحر الأحمر الذي سيعمل على نشوء هذه الأحوال الجوية غير المستقرة. وبالتالي خلال ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء يتوقع أن تتشكل غيوم ركامية رعدية فوق وسط البحر الأحمر، على أن تتحرك تدريجيا مع ساعات ما بعد منتصف الليل نحو سواحل ينبع وأيضا سواحل رابغ. تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة خلال ساعات نهار يوم الأربعاء، لتشمل فرصتها هذه المرة أيضا مدينة جدة، وتستمر الفرصة أيضا واردة على سواحل ينبع وسواحل رابغ أيضا، وتمتد فرص الأمطار تدريجيا نحو المناطق الشرقية نحو منطقة المدينة المنورة، حائل الأجزاء الجنوبية من منطقة الجوف، وأيضا وصولا حتى الحدود الشمالية خلال ساعات نهار يوم الأربعاء. يوم الخميس بإذن الله تستمر حالة عدم استقرار الجوي في وسط البحر في وسط البحر الأحمر، وتستمر أيضا حالة عدم استقرار الجوي فوق المناطق الداخلية من المملكة العربية السعودية، منطقة المدينة المنورة، حائل حفر الباطن هذه المرة أيضا، والحدود الشمالية. بشكل عام حالة عدم استقرار هذه يتوقع أن تصنف بأنها من ضعيفة إلى متوسطة الشدة، خاصة فوق سواحل وسط البحر الأحمر، في حين ستكون خفيفة الشدة في باقي مناطق المملكة. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء غائمة جزئيا، 16 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 14، رطوبة منخفضة، والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاثة أيام القادمة. يوم الأربعاء أجواء غائمة بغيوم عالية بدون فعالية، 23 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 16 درجة مئوية. يوم الخميس ترتفع درجات الحرارة تسجل 26 إلى 18، ويوم الجمعة 26 إلى 18 أيضا مع أجواء غائمة جزئيا. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الأربعاء، نبدأ كالعادة من المنطقة الشمالية، تبوك تفرق لبعض الغيوم 23 إلى 6 درجات مئوية، سكاكا 24 إلى 12، وعرعر 25 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 28 إلى 19، جدة فرصة لزخات من الأمطار 34 إلى 24 درجة مئوية، مكة المكرمة 32 إلى 22، والطائف 22 إلى 12 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 18 إلى 12، أبها 22 إلى 9، وجازان 31 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 25 إلى 17، حفر الباطن أجواء غائمة بغيوم عالية 24 إلى 12، ونفس الأجواء في الإحساء مع 25 إلى 15 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض أيضا أجواء غائمة بغيوم عالية بدون فعالية 23 إلى 16، نفس الأجواء في بريدة مع 25 إلى 11، وحائل 23 إلى 12 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نتمنى السلامة للجميع وللقاء.